تم في كنيسة الأرمن الكاثوليك في عمان تنصيب المونسنيور نرسيس زبريان المدبر الرسولي للأرمن الكاثوليك في بغداد إكسترخوسا نائبا بطريركيا للأرمن الكاثوليك في القدس وعمان. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في أجواء روحية بهيجة وبحلول نعمة الروح القدس، ترأس المطران روفائيل فرانسوا مينسيان أسقف الأرمن الكاثوليك في أوروبا الشرقية القداس الإلهي في كنيسة الأرمن الكاثوليك شرق العاصمة عمان، وتم خلاله تنصيب المونسنيور نرسيس زبريان المدبر الرسولي للأرمن الكاثوليك في بغداد أكسرخوسا نائبا بطريركيا للأرمن الكاثوليك في القدس وعمان. حضر القداس السفير البابوي لدى الأردن ألبرتو أورتيغا مارتين، وراعي الكنيسة الأرثوذكسية السريانية في الأردن الأب بنيامين شمعون، ومطران الكنيسة اللوثرية سنيا عازر، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة. وأعرب المطران الجديد في عظته عن سروره الكبير بأن يكون في الأرض المقدسة حيث وطأت أقدام السيد المسيح والتي شهدت تاريخ الخلاص المسيحي في القدس وفي الأردن، متطرقا إلى ما يقدمه إنجيل الراعي الصالح بأن يكون خادما وفيا وصالحا لرعيته. بتمنى بهالمناسبة، هاي مناسبة تنصيبي إكسرخوس على مدينة عمان والأردن بشكل عام، إنه تكون هالكنيسة هي كنيسة مباركة، وتكون هالرعية هي ملتفة حول راعيها وحول داخل كنيستها لنقدم جميعا الذبيحة الإلهية وصلواتنا وتضرعاتنا إلى الرب الإله. وأكيد أهم أمنية على قلبي هي أنه تبقى هذه الكنيسة مركز حي للصلاة وتقديم القداديس ورفع الصلوات والأبخرة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واجبنا اليوم بهالمرحلة هي أنه نحن نحافظ على وجودنا، نحافظ على كنائسنا، ونحافظ أيضا على شعبنا المؤمن بهذه الأراضي المقدسة المباركة. أكيد الأردن هو جزء من الأراضي المقدسة واللي فيها تعمد السيد المسيح من حوالي أكثر من 2000 سنة، لذلك هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المقدسة، وشعبنا لازم يكون موجود دائما ومحافظ عليه في هذه البقعة المباركة والمقدسة من الأرض. وشكرا إلى تيليلومير نورسات اللي تعبتوا اليوم معنا بهالقداس، هذا سحبتوا وبسيتوا القداس، صورتوا القداس، شكرا لكم جميعا ولكل اللي ساهموا. أكيد بشكر غبطة أبينا البطريرك كريكور بيدروس 20 اللي منحني هالثقة هاي، وأيضا صاحب السعادة المونسنيور المطران رافائيل ميناسيان مطران أرمينيا وأوروبا الشرقية اللي حضر لخصوصي لعمان حتى يشاركنا في هالرتبة هاي. أتشكركم كلياتكم وبتشكر كل اللي حضروا هالرتبة هاي، والله يبارك الجميع.
واستلم الوكيل البطريركي الجديد عصا الرعاية من سيادة المطران روفائيل فرانسوا من سيان وسط فرحة المؤمنين الحاضرين. وفي ختام القداس طلب من المؤمنين الصلاة من أجله في رسالته الجديدة. ومن ثم توجه الجميع لقاعة الكنيسة ليقدموا التهاني لسيادته. مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان يتقدمون من الراعي الجديد بخالص التهنئة، متضرعين لله العلي القدير أن يسنده ويقف معه على الدوام لخدمة الكنيسة وشعب المسيح.